النهاردة هحضر معاكم ان شاء الله حاجة للناموس والهموش، وطبعا زي ما اي ست في البيت بتتضايق من المشكلة ديت، بالذات بتشتكي ان في دايما ناموس في المطبخ بتاعها، في هموش، في مثلا بالذات على منطقة ناحية الحوض كده بتلاقي حاجات هموش كتير. انا بعمل حاجة تركة كده بعملها كل اسبوع، حرفيا حلوة قوي، بتلملي اي حاجة بتبقى طايرة في الجو في المطبخ. بعمل ايه؟ بجيب ازازة كل اسبوع، الازازة دي اللي بستخدمها طيب اكيد يعني كل مرة، بحط فيها ايه؟ بحط فيها 3 مكونات فقط، وهما سكر، ليمون، خميرة فقط، عليهم طبعا بإضافة المية. اوكي، بعمل ايه؟ انا جبت الازازة ديت قصاها طبعا بالمقص طبيعي من النص، جبت مقص صغير كده تمام، قصيتها عن بعض، ولو لقيت الازازة من هنا مضيق حاولي ان انت تعمليها تبقى علشان نعرف لما نيجي نحطها نعرف نوقفها بالطريقة دي. اوكي، دوت اهم حاجة، علشان لازم نحط الجزء دوت نقلبه، يعني هو المفروض كده تمام. انا بص قصاه كده، يعني انا المفروض قصه يعني يعتبر نصه تمام، انا جايباه لازم اقلبه كده علشان المادة المكونات انا هحطها هنا. اوكي، هحطها هنا واقوم عاملة ايه، حاطة الاضافات جوه، واي ناموس واي هموش بيجي يدخل طبعا بيدخل يترمي على جوه، بتلاقيه لم اي حاجة، بتلم لك البكتيريا، بتلم لك اي حاجة في المطبخ يعني فاهمة. فيلا نبدأ معانا. انا دلوقتي هحط مثلا كمية مية، انا لما اجي اعملها بحط كمية مثلا يجي نصها مية عادية من الحنفية. اوكي، هحطها كلها. الحركة دي التركة دي حلوة قوي حرفيا، ما اقدرش استغنى عنها، وكل ما يعني كل اسبوع بعمل غيرها، بتخلي المطبخ عندي نظيف جدا. معلقة السكر ندوبه الاول. تمام، ندوبه كويس. ده كيس خميرة، اي نوع متوفر عندي تمام، يعني في مقام معلقة كبير هضيفها. انا بجيب كل اسبوع بضيف كل يعني كيس خميرة اهو، هضيفه كله تمام اهو. بصوا طبعا ما تقلقوش مش هتخمر وهتعمل لنا وش والجو دوت، لاني اساسا المية انا جايباها مش دافية ولا حاجة، جايباها من حنفية عادي، بس هنفضل نقلب فيها لحد ما تدوب معانا. اوكي، نفضل نعمل كده. طبعا كشت معانا اهي، ابتدت تدوب اهي، عشان المية طبعا مش دافية مش ساعدتنا انها تدوب، بس انا عايزة مية عادية من الحنفية. اوكي، نبدأ نحاول كده عادي معانا، وشوية بشوية هنبدأ نقلب فيها برضو كل شوية تمام. قلب كويس، انا معاكم خطوة بخطوة، محبش ان انا اجري الفيديو اهو، حرفين جربوا الطريقة ديت وترجعولي، هيمنع لكم اي حاجة في المطبخ بتاعكم واي حاجة في البيت. الطريقة ديت ممكن تعملي كذا كذا ازازة في البيت، طبعا متوفر عندكم الازاز بتترمي يعني فاهمه، ما يعني ما تبقاش لها لازمه، بدل ما تترمي استخدمي كل ازازه في مكان معين، في اوضه النوم، في الصالون، في يعني ممكن في البلكونه، بتلم اي دبان، اي حشرات، اي حاجه وحشه الطريقه ديت بتلاقي، لان الخميره والسكر طبعا بيتفاعلوا مع بعض وبيلم يعني بيشدهم، بيشد اي حشرات، بيبقوا عندهم حاسه الشم طبعا، فبتلاقيهم اللي هم بيجروا على اي حاجه تمام لفتت يعني تبعهم، تلاقيهم قربوا تمام اهو. جايبه بقى انا مقطعه ليمون شرايح، هقطعه تمام، نضيفه كده والليمونه كمان. عندك انا دي ليمونه قطعاه، عندك مثلا قشر ليمون حطيه في كل ازازه، كل ازازه معلقه خميره، معلقه سكر، قشر ليمون، مش حطي ليمون عادي،
الطريقة دي حرفيا حلوة قوي، هتلمي لك اي حاجة، اي حاجة في البيت تعملي منها، ازازة في المطبخ، وازازة في اوضة النوم، وازازة في الحمام، متوفرة جدا. تمام اهو، انا هحطها معاك اهي دلوقتي بس كده، وجهزت الطريقة بس. تمام انا هحطها على الحوض طبعا، انا اهو حطيتها في الحوض طبعا، بسيبها هنا دايما في المكان دوت، لان طبعا زي ما انتم عارفين الحوض بيلم اي بكتيريا، بيلم اي هموش، بيلم اي حاجه تيجي عليها، فالموضوع ده الصراحه بيضايقني. فانا بعمل الازازه هنا بحطها، وممكن احطها على البار، وممكن احطها في اوضه النوم على حسب، بس مش نفس الازازه. انا عامله كذا ازازه في كل ركن بيلم اي حاجه حرفيا. يا رب يكون الطريقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.